بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اجواء الحقيقه اكثر من رائعه واستعدادات فنيه لفريق النادي الاهلي. نهائي البطوله الافريقيه الوداد والاهلي بمشيئه الله ان شاء الله، بنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي. لكن الحقيقه على هامش الاستعدادات كالعاده اللي بيهازر وبيساند على طول، بيتواجد وبيدعم النادي الاهلي واحد من النجوم الكابتن بدر بنون اللي برحب بيه في البدايه. سعداء بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، والحقيقه يعني زيارتك على طول معتاده ما بيكون فريق النادي الاهلي متواجد في المغرب، سواء بيقابل الرجاء بيقابل وداد. مش بعيد عليك يا بدري، لكن قول لي الفرقه واطمنت ازاي على الفرقه وسلام الفرقه، لان دي علاقه اخوه اكيد اكيد مع لعيبه النادي الاهلي. طبيعه الحال هي علاقه اخوه، علاقه حب بين بدر بنون ومسؤولي النادي الاهلي واللاعبين. دول اللاعبين اخواتي وكمان مسؤولين الحمد لله في علاقه احترام. انا لعبت في يوم من الايام في النادي الاهلي وده صرف لي، والحمد لله العلاقه خلصت باحترام وبموده وبحب، وده بيبين من كل مرة أجي أزور فيها النادي الأهلي وهو موجود هنا في المغرب. الحمد لله كل الناس في حب، في علاقة كويسة زي ما قلت لك، وأتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام إن شاء الله أكون دائما موجود مع النادي الأهلي في تحقيق بطولات، في بطولات، في تظاهرات كبيرة، وإن شاء الله ده شرف ليا زي ما قلت لك في الأول. مباراة صعبة جدا بالتأكيد يا بدري، سواء على النادي الأهلي أو على فريق الوداد. يمكن النادي الأهلي في الشوط الأول تفوق بالنتيجة، لكن ملهاش علاقة المباراة الأولى بالمباراة الثانية. كيف ترى هذه المباراة، وكيف ترى فكرة إن النهائي بيقام على شوطين أو مباراتين مش مباراة واحدة؟ هو صحيح احنا من زمان كنا عارفين بان النهائي بيتلعب في مباراه واحده، بس السنه دي غير، النهائي في مباراتين. الشوط الاول خلص هناك في مصر، النادي الاهلي حقق فوز 2-1، باقي الشوط الثاني هنا في المغرب. بس هي اكيد تكون مقابله صعبه، بس انا بظن ان لاعبين النادي الاهلي خلاص هم متعودين على النهائيات، متعودين على البطولات، حتى صاروا متعودين على الحضور الجماهيري الكبير اللي بيكون موجود هنا في المغرب من خلال ماتشين السنه اللي فاتت قدام الرجاء، ولا النهائي السنه اللي فاتت مع الوداد. ده بظن انه مش هيشكل عائق بالنسبه للاعبين، خليكم مركزين في الماتش وان شاء الله النتيجه تكون حلوه ان شاء الله. علاقه طيبه كالعاده بعضها مجلس الاداره تحديدا والكابتن محمود الخطيب، والسلام الحار بينك وبيه. قول لي الكواليس ايه، وما بتشوف الكابتن محمود الخطيب يا بدري؟ بالتاكيد قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي، شعورك بيبقى ايه وانطباعك بيبقى ايه؟ بطبيعة الحال هو كقيمة، هو قيمة كبيرة كبيرة جدا الحمد لله. أنا يوم كنت موجود في النادي كانت بتربطني بيه علاقة كويسة، دائما كان في اتصال معايا، لو ناقصك حاجة، لو عاوز مننا حاجة هو كان بيتواصل معايا على طول. الحمد لله ده شرف لي أنني في يوم من الأيام اشتغلت مع رئيس زي الكابتن الخطيب. ده من غير أنه رئيس نادي الأهلي، لا، شخصية محترمة جدا وشرف لي. وحتى الحين دار في حوار بيني وبين كابتن الخطيب، ورحب بي وعرض علي حتى يوم ابطل كوره ان شاء الله، قال لي الف مرحبا بك في النادي الاهلي. وده لو ما كانش العلاقه كويسه بظن بانه ما كانش هيكون الكلام ده. ده شرف لي وكابتن الخطيب فوق راسي يا حبيبي. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير للنجم الحقيقه بدر بنون. تصريحات مهمه جدا الحقيقه من بدر بنون، يعني هناخد منها طبعا سواء رساله الكابتن محمود الخطيب ليه، هو ده القيمه الكبيره جدا، وهي دي قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بينساش اي حد، حتى لو حد خرج من النادي الاهلي، النادي الاهلي بابه مفتوح. بدر واحد من النجوم، واحد من اللعيبه المميزه جدا، صاحب خلق رفيع. بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى لفرقتنا ان شاء الله باذن الله كل التوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. دعوات كل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، ال11 يوم 11 بمشيئه الله هتكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره.